اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والدوليه، ونبدا مع اهم العناوين. المدى تظاهره لخريجي كليه الطب، الحكومه سحبت وثائقنا. في الزمان، مشادة بين الجبوري ووزير الماليه خلال اجتماع ضم الكاظمي والحلبوسي لبحث الموازنه. العربي الجديد، 4 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية، مطالبات بمواقف واضحة. عربي 21، أردوغان يذكر أوروبا بفشلها في سوريا وليبيا وقبرص. وفي القدس العربي، فرنسا تجدد تحفظاتها على خط أنابيب غاز نورد ستريم. أما في العرب اللندنية، تفاقم جرائم اليمين المتطرف يؤرق الساسة الألمان. وجاء في التايمز، هل تتسبب جنسية حفتر الأمريكية بالقضاء عليه؟ الرئيس الفرنسي فاجأ الجميع حين قال لمضيفيه العراقيين: أنتم من تعززون السيادة ونحن معكم، أنتم من عليكم اتباع سياسات جادة في كل مفاصل الحياة العراقية ونحن معكم، وأنتم من عليكم إعادة هيكلة القوات المسلحة ونحن معكم، وعندما يختمر المشروع العراقي لتعزيز السيادة سنجلب العالم كي يكون معكم، لكن لم نسمع منه كيف ومتى وأين المبادرة؟ أم أن مبادرة ماكرون ستقتصر على الاقتصاد والطاقة والتسليح كي تستفيد الشركات الفرنسية التي ليس لها علاقة بالسياسة والسيادة؟ لكن لماذا التحرك الفرنسي الآن في العراق؟ سؤال يطرحه الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي. إن الحديث عن السيادة العراقية وتعزيزها في ظل الطبقة السياسية الحالية شيء أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة. السيادة تفرض ولا تستجدى، تتحقق باحتكار الدولة الاستخدام الشرعي للسلاح، لا أن تكون الميليشيات هي من يحتكره ويطلقه يوميا على المؤسسات السيادية للدولة والدور السكنية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. تتحقق السيادة عندما تكون حرية التعبير السلمي عن الرأي مضمونة من دون قتل وترهيب وتغييب واختطاف. تتحقق السيادة عندما لا يكون في السلطة من أكله وشربه وتدريبه وتسليحه من إيران وأمريكا. وفوق هذا وذاك، تتحقق السيادة عندما تكون الانتخابات نزيهة ولا يوجد خلاف على شرعية الحاكم. لن يكفي أن يقول برهم صالح ومصطفى الكاظمي وإيمانويل ماكرون وغيرهم بأنهم يريدون بناء وتعزيز السيادة العراقية، وأن السيادة خط أحمر، وأنه لا يجوز الصراع وتصفية الحسابات الخارجية على الأرض العراقية. هذه شعارات فارغة لا معنى لها. اسألوا الرئيس ما هي حاضنته الدولية والإقليمية وستعرفون أين السيادة. اسألوا رئيس الوزراء ما هي الأطراف الخارجية التي وافقت على تسنمه المنصب وستعرفون ما معنى السيادة العراقية. اسألوا كل السلطات العراقية أين السيادة، والفاعل الأمريكي قادر على تجميد كل الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي. إن زيارة الرئيس الفرنسي زيارة بروتوكولية حصلت بعد تأجيل ل3 مرات، وعلى الرغم من أننا سمعنا عنها كلاما كثيرا وتصريحات متعددة، لكنها على أرض الواقع لم ترتب أي شيء جديد. ربما كان الرجل يحمل مبادرة ما، لكنه أحجم عن طرحها لأنه تيقن من أن صنع القرار السياسي العراقي ليس في العراق، أو أنه وجد من التقاهم غير مؤهلين للعمل من أجل السيادة العراقية، مثلما كانوا غير مؤهلين لترتيبات زيارة لم تدم سوى ساعات.
فتركوا الرئيس من دون ترجمة كي يسمع ما يقول مضيفه. العراقيون لا يهمهم من يتولى السلطة بعد حل البرلمان وإلغاء جميع المواد الدستورية والقوانين التي كرست الهوية الطائفية والعرقية للعراق. ما يهمهم هو أن تكون المواطنة الهوية العراقية الحقيقية والوحيدة. مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية. يتوهم من يعتقدون أن الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق ستستسلم بسهولة في معركتها ضد ثورة الشباب الممثلين الحقيقيين لشعب العراق، بل إن هذه الأحزاب تعتقد بأن معركتها بدأت ولن تخسرها رغم علامات الهزيمة الفاضحة والجرائم التي ارتكبتها عبر أدواتها الميليشياوية المسلحة، والتي أكدت أن تلك الأحزاب لا تنتمي إلى أبناء العراق وإلى الحدود الدنيا من معايير العمل السياسي الدكتاتوري أو الديمقراطي، وأن قادتها لا يخجلون من الأوصاف السلبية من فساد واستبداد وتسليم العراق لإيران التي استعادت أحلامها الإمبراطورية بعد احتلاله عام 2003، بل هم يعتزون بتلك الأوصاف. كان الأجدر بقادة هذه الأحزاب الاعتراف بالخطايا بحق الشعب وإعلان اعتزالهم العمل السياسي والاكتفاء بما نهبوه وما أصبحوا عليه من حياة باذخة لهم ولأسرهم في القصور، في حين يبحث بعض أطفال العراق عن الطعام بين أكوام القمامة ويقاوم بعضهم الآخر الأمراض المستعصية والموت الذي يفتك بهم، ويعاني شبابه البطالة حيث شمل الفقر ثلث سكان العراق وفق شهادة ممثلة الأمين العام جاني هنس بلاسخارت الأخيرة أمام مجلس الأمن. تعتقد هذه الأحزاب خصوصا حزب الدعوة العنوان الرئيسي للسقوط والفشل أنها قادرة على تجاوز منعطف الإزاحة التاريخية بالتحدي بأساليب مزدوجة تجمع بين مسلسل القتل والاختطاف وبين السخرية والإهانة الأخلاقية والسياسية لثورة شباب أكتوبر. من بين الفعاليات السياسية التي تقودها الأحزاب حاليا بروز دعوات لتشكيلات سياسية حزبية تغلف نفسها بحراك الثورة الشعبية. القسم الأكبر منها مدعوم وموجه من قبل الأحزاب التقليدية ذاتها لاختراق قطاع الشباب والخروج المفتعل لبعض قادة الأحزاب الشيعية من الخط الثاني من بطون تلك الأحزاب وبعض كوادر الحشد الشعبي، وطرح عناوين وشعارات جديدة جذابة تتلائم مع الهوى الشعبي العام، الهدف منها اختراق الانتفاضة وإنهاء فعالياتها المقبلة في الانتخابات. الجداحة أو الكاتم، أسلوب ولائي جديد للانتقام من احتجاجات تشرين. مقال للكاتب علي فاز في موقع الترا عراق. إذا كانت الصحافة في العالم تسمى مهنة المتاعب، فهي في العراق وكما يقول صحفيون مهنة الرعب، والتي تجعل صاحبها يمشي على أرض رخوة لا يعلم متى تخسف به أو تتركه وحيدا في مواجهة سلاح الكاتم، كما كان مصير الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة وغيره من الصحفيين العراقيين. ولازالت تداعيات حرق مقر دجلة الأسبوع الماضي مستمرة إلى يومنا هذا بعد أن بثت أغنية في يوم 10 من شهر محرم، مما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى إحراقها، فيما قامت جماعات مسلحة بتهديد مراسلي القناة بالتصفية الجسدية بعد اتهامهم بالعداء للمذهب والقضية الحسينية والعمالة للسفارة الأمريكية بحسب قولهم. وعلى الرغم من أن بعضهم قدم استقالته من القناة، إلا أنهم لم يسلموا من المطاردة المسلحة والرسائل التي تتوعدهم بالقتل بعد أن تركوا محافظاتهم خوفاً من الاغتيال. وتواصل ألترا عراق مع أحد المراسلين الصحفيين
العاملين في قناة دجلة، والذي تعرض بدوره إلى تهديد بالتصفية، حيث قال: جميع الجهات تخلت عنا حتى تلك التي تدعي حمايتها للصحفيين، وكذلك منظمات حقوق الإنسان والقنوات التلفزيونية، والتي ستلاقي المصير ذاته من قبل ذات الجهات إذا استمر سكوتها. ومنذ أيام ما تواصل المنصات التي يقول منتقدوها إنها ولائية، أي أنها تابعة للفصائل المقربة من إيران، تواصل منشوراتها وبياناتها ضد قنوات فضائية عقب استضافة عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، والذي قال خلال اللقاء بأن المرجعية الدينية في النجف لم تستنكر العنف الذي تعرض له ناشطون. لتكريم الإنسان وحمايته، فقد صدرت عن الأمم المتحدة عدد من القوانين والمواثيق الدولية، ومنها القانون الدولي الإنساني المعني بالتطبيق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو المحلية، ويشتمل على القواعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات أو ما يسمى قانون جنيف، ولكن في العراق لا تطبق هذه القوانين. مقال للكاتب طارق رؤوف محمود في مجلة الكاريدينيا. العراق وقع على الكثير من القوانين الدولية الملزمة، ولديه قوانين داخلية تعالج أي نزاعات عشائرية أو تجاوز على القانون من العصابات المسلحة أو أي طرف مسلح آخر. يجب على الجميع مواطنين وحكام فهم واستيعاب ذلك، ولا تستطيع أي حكومة التخلي عن تنفيذ القانون بصرامة وردع أي تجاوز للحفاظ على النظام العام وحماية الوطن والمواطنين، والعكس تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب. العراق بلد أصابه الخراب، ونال شعبه كل ظروف البؤس والحرمان نتيجة تحكم الفساد وانفلات الوضع الأمني وتحكم العصابات المسلحة الخارجة عن القانون. وإذا أردنا إصلاح واقعنا، يجب تنظيف بيتنا ابتداءً من عصابات القتل والاختطاف والاغتيال والخارجين على القانون، ووضع السلاح كله بيد الدولة كي نشارك شعوب العالم بنعمة السلام والأمان الذي فقدناه منذ سنين. أليس غريباً أن نكون أدوات حرب وصراع لحساب الغير؟ أليس غريباً أن يكون بلدنا مخزناً لأسلحة تمتلكها أحزاب وجهات وعصابات غير منضبطة؟ كفانا ما حل بنا، فقد ضحكت علينا الأمم. ليس من الحكمة أن نتقاتل فيما بيننا لحساب الغير، ونحن شعب واحد يعاني من الفقر وانهيار الاقتصاد والبطالة والجهل وأخيرا وباء فيروس كورونا. فرص الاستثمار في العراق عديدة، والمستثمرون يمتنعون بسبب عدم توفر الأمن ومحاولة حماية السراق والفاسدين، وبسبب تهديد الدولة والسفارات الأجنبية بالصواريخ ونشر التخلف والفهم الطائفي، وهي كلها أعمال عدائية ضد الدستور والقانون، يجب أن تخضع للمساءلة. إننا شعب مسالم ومحب للسلام بالفطرة، وبلدنا روضة للحب والعيش الكريم، لا يمكن أن يكون غابة لصنع الموت والعنف. تناول مقال نشرته مجلة فورن بوليسي للكاتب جوناثان استفادة مشروع سري بين تل أبيب وطهران من اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، ويقول الكاتب إن خط الأنابيب الصحراوي الذي كانت إسرائيل تعمل به في السابق كمشروع مشترك سري مع إيران أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي. كان معظم النفط يتدفق عبر خط الأنابيب من إيران التي كانت تربطها علاقات وثيقة وإن كانت سرية مع إسرائيل لعقود في عهد الشاه محمد رضا بهلوي قبل الثورة الإيرانية. وفي سنة 68 و900 ألف
سجلت الحكومتان الإسرائيلية والإيرانية ما كانت تسمى آنذاك شركة خط أنابيب إيلات عسقلان كمشروع مشترك بالنصف لإدارة تصدير النفط الخام الإيراني عبر الأراضي الإسرائيلية وما بعدها عن طريق الناقلات إلى أوروبا. والميزة التي يتمتع بها خط الأنابيب مقارنة بقناة السويس تتلخص في قدرة المحطات النهائية في عسقلان وإيلات على استيعاب الناقلات العملاقة التي تهيمن على شحن النفط اليوم، ولكنها أضخم من أن تستوعبها القناة. ويوضح الكاتب أنه يمكن للسفن المعروفة في مجال النفط الخام باسم ناقلات النفط أو ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً نقل ما يصل إلى 2 مليون برميل من النفط. ومن ناحية أخرى فإن قناة السويس التي يبلغ عمرها 150 سنة ليست عميقة وواسعة بما يكفي لتتعامل مع ما يسمى بسفن سويس ماكس، حيث لا تتجاوز سعة هذه القناة نصف سعة ناقلة النفط العملاقة. وبالتالي فإنه يتعين على تجار النفط استئجار سفينتين عبر القناة مقابل كل سفينة يرسلونها عبر إسرائيل. ويختم الكاتب بأنه مع ظهور خط أنابيب إيلات عسقلان من سريته المدروسة تقدم اتفاقية السلام الإماراتية لإسرائيل بوابة إلى نادي تجارة النفط للكبار، حيث كان إخفاء عملها ثمن القبول حتى الآن. قالت صحيفة التايمز إن اللاعب الوحيد في الحرب الأهلية المشتعلة في ليبيا هو أمريكي المارشال، كما يقدم نفسه خليفة حفتر أمير الحرب البالغ من العمر 76 عاما في بنغازي، وكان قبل عام على حافة هزيمة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ولو نجح لسيطر على كل البلاد. رغم الدعم الدولي الكبير الذي حظي به بما في ذلك جهود موسكو والمرتزقة التابعين لشركة واغنر، إلا أنه عانى قبل فترة من هزيمة منكرة وفشل والحال هذه بغزو العاصمة، وهناك شائعات أن صحته متردية، وخسر سلسلة من المعارك التي شنتها قوات الحكومة في طرابلس التي حصلت على الدعم التركي، وهي دولة خارجية أخرى تتدخل في الحرب لأهداف ذاتية. وقالت الصحيفة إن جنسية حفتر هي التي جلبت إليه المشاكل الأخيرة، فقد قدم دعوى ضده تطالبه بتقديم 50 مليون دولار في المحاكم الأمريكية قدمها أعضاء نجوا من عائلات قتلت على أيدي الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المارشال. ولو خسر الدعاوى ضده فلن يدفع الجزء الأكبر من أرصدته المالية في فيرجينيا، بل وربما واجه محاكم أخرى تكشف عن ماضيه الغامض واتهامات بارتكاب جرائم حرب، وظل حتى وقت قريب يتمتع بدعم تحالف قوي من الدول مثل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، والتي اعتقدت أنه رغم سمعته التافهة كموال للزعيم السابق معمر القذافي يمكن أن ينتصر وأنه الأمل الوحيد لوضع حد للحرب الأهلية. وعارضته إيطاليا المستعمر السابق لليبيا والتي توصلت لاتفاقية مع حكومة طرابلس لوقف تدفق المهاجرين، وكانت تأمل بلعب دور الوسيط في الحرب الأهلية. وقال ماثيو جوري مدير شركة محاماة في لندن ويمثل عائلة حمزة التي قتلها جنود حفتر، الهدف الرئيس لهذه الدعوة هو البراءة والتعويض هو ثانوي أو في المرتبة الثالثة، ولا يمكن وضع ثمن حياة عائلة، وهدف الدعوة هو الكشف عما يحدث في ليبيا وتقديم الحالة كمنبر. أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان أن منسوب المياه في النيل الأبيض أحد روافد نهر النيل في أعلى مستوياته. وأوضحت الوزارة في بيان أن منسوب النيل في الخرطوم الاثنين سجل أكثر من 17 متراً متجاوزاً أعلى قمة مسجلة، وتوقعت أن تكون مناسيب المياه اليوم الثلاثاء
مرتفعة في قطاعات شمال الخرطوم والنيل الرئيسي. وفي السياق، زار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاثنين مدينة سنجة في ولاية سنار جنوب شرق البلاد لتفقد أوضاع المتأثرين من الفيضانات والسيول بالمدينة ونقل مواد إيوائية وغذائية لهم. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.